السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن طريقة فحص البطاريات، نشوفها تالفة ولا لأ، وقياس السعة بتاعة البطارية نعرف فيها كام في المية، وكيفية الحصول على أطول عمر للبطارية، سواء كانت بطارية سمارت فون أو بطاريات عادية زي دي، مثلا بطارية دي سايز أو دبل اي تريبل اي أو اللي هي الكوين اس ار 2032 تقريبا، أو بطاريات الريتشارجبل زي دي، أو بطاريات التليفونات. فبسم الله ويلا نبدأ. ازاي بقى نقدر نحافظ على البطارية سواء كانت بطارية سمارت فون او بطاريات عادية زي دي؟ مبدئيا ما توصلش الموبايل لصفر في المية اطلاقا او حتى تقرب من الصفر، عشان كل بطارية بيبقى ليها عدد من التشارج سايكل، فلما انت تيجي تاخد بطارية من 100% توصلها لصفر في المية انت كده استخدمت التشارج سايكل كاملة وقللت من جودة البطارية نفسها. فيعني هتلاحظ مع الموضوع ان انت اول ما بتجيب التليفون البطارية بتبقى تمام، لكن لو عملت الموضوع ده كتير بتلاحظ ان البطارية يعني ايه الجودة بتاعتها بتقل. تاني حاجة ما تستخدمش اي شاحن، يعني اتأكد تماما ان الشاحن اللي انت هتشحن بيه ده اتأكد من الفولت والامبير بتوعه يعني يكونوا مناسبين او مماثلين للتشارجر الاصلي اللي جاي مع التليفون بتاعك. وفي حاجة برضو ايه سؤال مهم، يعني ينفع اسيب التليفون في الشاحن وانام؟ الحقيقة ان التليفونات دلوقتي تقريبا كلها سمارت، فهي ذكية كفاية انها تعرف انها اتشحنت ووصلت لمية في المية فبتفصل بشكل تلقائي. بس عشان احافظ عليها بشكل افضل وتديني عمر اطول، الافضل يعني انك تشيل الكفر من عليها لو انت يعني تشيل الكفر من على التليفون لو انت بتشحن وسايبه لمدة طويلة. ليه بقى؟ الكفر بيسخن التليفون بشكل اكبر، بيعمل حاجه اسمها سيل اوكسيدايزيشن، ودي يعني حاجه بتقلل من سعه البطاريه نفسها. يعني لما بيبقى عندي دلوقتي البطاريه من 0 ل 100% وتيجي يحصل لها سيل اوكسيدايزيشن، الاكسده دي بتاخد من السعه بتاعه البطاريه، فتلاقي ان هي من 0 ل 100% والتليفون بيقول لك ان هو من 0 ل 100%، بس تلاحظ حاجات غريبه، يعني تحس ان هو مثلا ماشي ب 50% من سعته بس، يعني مثلا يجي عند 50% كده وتلاقيه قام مسرع الشحن بتاعه كده تلاقيه وصل 100% بسرعه، او يجي مثلا عند 30% وتلاقيه بيفصل. دي بسبب السيل اوكسيديشن، بسبب الناتجه عن الحراره الوقت طويل مع البطاريه. طب دي حاجات هنتجنبها، ايه بقى اللي نعمله علشان نحافظ على البطاريه الاطول عمر ممكن؟ افضل حاجه انك تسيب الشحن من 50 ل 80%، يعني تفضل تشحنه طول اليوم كده، يعني مثلا يجي عند 50 تشحن. ده الموضوع ده هيبقى صعب اكيد خاصه ان احنا بنستخدم التليفونات دي بره، بس يعني نحاول نقرب من القيم دي. يعني مثلا يجي كده لو انا تليفون معايا 30% ومش بستخدمه احطه في الشحن، ويجي مثلا برضو عند 90% ولا كده وشيله عادي مفيش مشكله، ده افضل عمر ممكن تاخده للبطاريه. اول حاجه ان شاء الله هنيجي عند المالتي ميتر ونظبطه على دي سي فولتج، تمام كده. بعد كده نيجي على الطرف الاول بتاع البطاريه، بطاريه زي دي مثلا، دي هنا الموجب وهنا السالب، دايما الحته اللي هي اللي زي كده دي بتبقى موجب والتانيه دي بتبقى سالب. نيجي هنا كده ونيجي نقيس، اللي هي اريا معانا 1.5 فولت، معنى كده ان البطاريه دي يعني يعتبر مليانة، بس مش مليانة قوي، يعني بتبقى مليانة عند 1.6 فولت أو أكتر شوية، برضه ممكن 1.65، وده في منحنى بيوضحه بس هنشوف ده كده الأول. نشوف البطارية اللي بعدها 1.4 فولت، البطارية دي 1.1 فولت، ودي معناها إن هي فيها 0%، البطارية دي فاضية تماما. في منحنى بيوضح الموضوع ده، لو جينا نلاحظ هنلاقي إن البطارية بتيجي عند 1.1 وخلاص كده ده 0% بتاعها، وعند 1.6 تقريبا بتبقى دي كده التشارج ليفل، يعني بيبقى 100%. شوف بطارية مثلا زي دي موصلها اهو، هي مش ظابطة شوية، تمام، فيها 3.1، هي تقريبا هي دي بطارية 3 فولت بس كده، يعني قربت شوية، قربت تفضى يعني. نشوف اللي بعدها، دي جديدة خالص، نيجي نقيس، اللي هي مدينا 3.3، دي كده 100% من الساعة بتاعتها. دي بطارية تريبل اي جديدة برضو، هتقرا 1.5 تقريبا او اكتر شوية، 1.6 اهي عشان جديدة خالص، دي انا لسه فاتحها اصلا، 1.58 يعني 1.6. شوف مثلا بطاريات التليفونات دي، دي بطارية 3.6 فولت، دي بطارية انا مفضيها عن عمدي يعني عشان
اقيس الموضوع ده، فهنحط ايه السالب في السالب والموجب في الموجب، هنلاقيها قايسه معانا 3 فولت. دي بطاريه برضو نفس الموضوع كده، بس دي مليانه 3.7 فولت. او جينا نقيس هنلاقيها دي بطاريه مشحونه، هنلاقيها هي داخل على 3.9 فولت، 3.85 3.86. فكده ايه، دي بطاريه فاضيه ودي بطاريه مشحونه. بنعرف التشارج ليفل من الحته دي، من كام فولت. شوف دي كده برضو واحد، اهي 1.54 تقريبا، يبقى دي برضو مليانه. بس مش كفايه ان انا اوصل المالتي ميتر بس كده بالبطاريات، عشان نقيس الموضوع ده بشكل ادق لازم نجيب لود نوصله بالبطاريه. وده مثلا ايه يعني، علشان الموضوع يعني يبقى يعني من غير شرح في الموضوع ده، ممكن اكتب ليه هنحط لود، اكتبه في كومنت، واللي يعني مهتم يبقى يقراه احسن. فعندنا مثلا ده اللود 100 اوم، انا ما عنديش 100 اوم فجبت مقاومتين وصلتهم مع بعض توازي، مقاومه 220 هتدينا يعني تقريبا 110 اوم. فدي مثلا بطاريه، دي بطاريه 6 فولت 4.2 امبير اور، وهنقول امبير اور يعني ايه كمان شويه. دي بطاريه تالفه حتى باين عليها الملح طالع اهو، فعايزين نوصل اللود بالبطاريه دي ونقيس. تمام، فهنيجي نقوم موصلين ده هنا، هنوصل ده هنا. تمام، ونوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب برضو. تمام، هنلاقيها مش قارية معانا خالص، عشان دي اصلا بطارية بايظة. لو شلنا اللود هنلاقيها بتقرا معانا قيمة، بس مش 6 برضو فولت يعني، بس بتقرا قيمة اهو كده. نيجي نجرب، تمام، قارية تقريبا 2 فولت 1.8 فولت. فدي اصلا بطارية كده كده تالفة. نيجي نشوف بطارية زي دي، بطارية 4 فولت 8.10 امبير اور، يعني 800 ملي امبير. معنى كده ان دي لو عندي حمل مثلا 800 ملي امبير هتشغله لمدة ساعة، ده معنى امبير اور. لو الحمل اللي عندي مثلا 200 ملي امبير هتشغله لمدة 4 ساعات. دي بطارية انا استخدمتها يعني اكيد هتبقى ايه، هي المفروض اللي هي لو 100% تبقى تقريبا 4.2 او 4.3. فنوصل برضو الموجب بالموجب والسالب بالسالب. دي مستخدمة، هيبقى فيها حوالي مثلا 50% مش عارف، هي اري 4 بالظبط، عشان ايه يعني مش جديد. دي لو مشحونة بشكل كامل هتبقى 4.2. في جدول بيوضح الموضوع ده، يعني مثلا زي الجدول اللي قدامنا او المثال اللي قدامنا. لو خدنا البطارية مثلا ال 12 فولت كمثال، لو قريت 12 و73 معنى كده ان هي مشحونة بنسبة 100%، لو قريت 12 24 يبقى بنسبة 60%، لو قريت بقى اقل من كده سواء مثلا 9 فولت 8 فولت او اقل من 11 فولت يعني باي رقم، تبقى دي بطارية تالفة. من البطاريات دي ممكن نعرف دي كام ملي امبير، يعني مثلا هنا دي 1500 ملي امبير اور، دي مكتوب عليها 8.10 امبير اور، يعني 800 ملي امبير اور. البطاريات دي غالبا بتتعرف من احجامها، يعني دي مثلا 800 ملي امبير، دي برضه 4 فولت بتاعت كشاف بايظ، بس دي 1200 ملي امبير، يعني 1.2 امبير اور. فدي يعني لو بتشتريها ولا حاجه هي معروفه من احجامها يعني. تمام كده، عرفنا ازاي نقدر نعرف الساعه بتاعت البطاريه، سواء كانت بطاريه تشارجبل او للعلم برضه البطاريات اللي زي كده دي بتبقى التشارج ليفل بيبقى 100% عند 1.65 او 1.6. لو دي ريتشارجبل، في بطاريات نفس الحجم ده كده ريتشارجبل، بتبقى التشارج ليفل 100% عند 1.25 فولت، فهي بتختلف يعني. تمام كده، عرفنا ازاي بنعرف سعه البطاريه، ازاي نعرف تليفها ولا لا، سواء بقى انواعهم كلها يعني. في انواع تانية طبعا، في بي بي 3 وحاجات كتير، بس يعني ده اللي انا لقيته عندي. وقبل ما نختم ان شاء الله برضو في حاجه عايز اقول عليها، لو عندك اي جهاز ما تحطش معاه بطاريتين مختلفتين في القيمه، يعني خلي مثلا البطاريتين يا اما جداد مع بعض يا اما يعني مثلا لو الساعه مثلا خلصت ما تشيلش واحده وتحط طالما هي شغاله، يعني بتبقى فيها حجرتين، يعني شيل الاثنين. ما ينفعش تحط في نفس الجهاز ده، محافظا على الجهاز بعيدا عن انه ساعه او غيره، لازم البطاريتين يبقوا فيهم نفس التشارج ليفل. لو حد عنده اي سؤال يا ريت يسيبه في كومنت ان شاء الله اقدر اجاوب عليه. اتمنى يكون الموضوع اتقال بشكل بسيط، وشكرا، سلام عليكم.